اهلا بكم مره ثانيه، ودلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه. ومنى ابراهيم مراسلتنا العزيزه موجوده في النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الخير عليكي. بصبح عليكي طبعا، وبحب دايما مع اخبار النادي الاهلي تدينا نظره كده عن الاجواء عندك في النادي، وكمان لو الطقس والحاله المروريه يبقى عظيم جدا منك. تفضلي. بصبح عليك أنا واندو، وبرحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، وأكيد كمان أخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة. يعني في الأول خليني أقول لك الجو يمكن في انخفاض ملحوظ طبعا في درجات الحرارة، جو برد وفي رياح لحد ما ممكن تكون شديدة. ده يمكن اللي مخلي الأعضاء لسه مش موجودة بشكل كبير في النادي. في طبعا بعض الأعضاء موجودين اللي بيحبوا يكونوا موجودين دايما، أو دايما معتاد ليهم إن هم يبقوا موجودين في الصباح الباكر في النادي هنا، لكن الاعداد مش كبيره قوي يمكن علشان الجو لسه برد شويه. يمكن ده اللي خلاني كمان وانا جايه في طريق النهارده للنادي الاقي ان في سيوله مروريه كبيره، ممكن ناس قلقت ان هي تنزل طبعا بعد التحذيرات الكتير اللي كانت بتقولها الارصاد امبارح ان الجو النهارده يكون شديد البروده او في رياح قويه. يمكن ده اللي خلى فعلا النهارده ناس كتيره ما نزلتش او يعني تغيبت عن سواء الدراسه او شغلهم، فيعني كان في سيوله مروريه كبيره جايه يمكن وانا جايه من طريق الدائري دقي لحد ما وصلت للنادي الاهلي هنا في الجزيره. يعني كان في سيوله مروريه كبيره، ما حسيتش ان في اي مشكله، بالعكس جيت اسرع من المعتاد. رائع جدا. اتفضلي. خليني بقى في الاول اقول لك يعني على الجانب بقى الاداري، النهارده النادي الاهلي هنا هيكون في اول اجتماع لمجلس الاداره المنتخب حديث من قبل الجمعيه العموميه. ده اول اجتماع لمجلس الاداره الجديد طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب، هيكون النهارده ان شاء الله. اكيد اول اجتماع ليهم هيكون في بعض او الكثير من ال القرارات الإدارية تحديدا اللي هتطلع النهاردة، وهنعرفها أكيد بعد الاجتماع. أما بقى عن الجانب الرياضي خلينا نبتدي بكرة القدم. الفريق الأول طبعا لكرة القدم اللي النهاردة بيواصل تدريباته، التجمع الفريق هيبقى الساعة 11 والتدريب هيبقى الساعة 12. ده طبعا ضمن الاستعدادات لماتش أمام الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي اللي تحدد يوم 22 ديسمبر الحالي في الدوحة. إن شاء الله بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق. خلوني بقى نروح لكرة السلة. كرة السلة رجال اللي النهاردة عندهم تدريب قوي جدا الساعة 4 علشان ماتش اليوم الجمعة اللي جاي أمام سبورتنج، ماتش أكيد مهم وأكيد الفريق بيحضر له بشكل كبير وقوي. أما بقى عن سيدات السلة بقيادة طبعا كابتن علي هاشم، النهاردة إدالهم راحة من التدريبات بعد فوزهم أمس على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 82-59 في دوري السوبر للمحترفات. أما بقى عن رجال كرة اليد بقيادة طبعا كابتن طارق محروس، لحد دلوقتي مستمرين في الراحة السلبية حتى يوم 14 ديسمبر بسبب معسكر المنتخب الوطني اللي موجود دلوقتي في المركز الأولمبي بالمعادي واللي فيه 10 لاعبين من النادي الأهلي. خلينا أفكرك بالأسامي بتاعتهم: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أحمد عادل، عمر خالد كاستيلو، عمر سامي، محسن رمضان، مصطفى خليل، أحمد هشام سيسا، عبد الرحمن فيصل، وإبراهيم إبراهيم المصري. يمكن منتخبنا الوطني المصري دلوقتي بيستعد ان هو هيسافر يوم ان شاء الله 15 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر الى المملكه العربيه السعوديه علشان في دوره وديه دوليه هتتلعب هيكون مشارك فيها دول المغرب والبحرين والسعوديه، واكيد كمان منتخبنا الوطني المصري بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق في البطوله دي، يعني ان شاء الله يعملوا بطوله كبيره زي العاده. أما بقى عن سيدات كرة اليد بقيادة كابتن يحيى يوسف، تدريبهم النهاردة تدريب قوي طبعا الساعة 8 على صالة الشهداء، استعدادنا لمباراة 6 أكتوبر يوم السبت القادم. طبعا الفريق امبارح كان فاز، وحابة أبارك لهم الفريق لحد دلوقتي فريق كرة اليد سيدات في النادي الأهلي محقق العلامة كاملة وعامل ريكورد كبير جدا وقوي لحد دلوقتي، فاز كل المباريات الماضية. امبارح كانت مباراتهم مع نادي ترسانة على صالة الترسانة انتهت ب 36-12، دي كان طبعا في ضمن منافسات بطولة الدوري. خلونا بقى نروح لرجال الطايرة بقيادة كابتن محمد مصلحي اللي مستمرين في تدريباتهم النهاردة وبيستعدوا لمباراة نادي الزهور يوم الجمعة في الجولة الثانية من بطولة الدوري، البطولة اللي كان افتتحها الفريق أول مباراة في الجولة الأولى كانت أمام نادي الإعلاميين، خلصت بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، وعملوا حقيقة مباراة كبيرة جدا بعد طبعا طول انتظار كبير استنيناه طبعا عشان البطولة تبتدي، بدأوها وافتتحوها بشكل قوي جدا وكبير. مش هم بس، كمان
السيدات الطايره بقياده كابتن حمدي الصافي، تدريبهم النهارده الساعه 6، وبرده كانوا افتتحوا البطوله في نفس اليوم وكسبوا على نادي الزهور في الجوله الاولى بنتيجه 3 أشواط نظيفه، والنهارده بيستعدوا لمواجهه دجله يوم الجمعه المقبله ان شاء الله. يعني خليني في الاخر بقى لازم طبعا ااكد على كلامك وبارك لهنا جوده المعجزه، معجزه تنس الطاوله المصريه وبنت النادي الاهلي اللي بتعمل حقيقي معجزات كبيره جدا ويمكن كتير جدا كلنا بنتكلم عليها دايما. اتاهلت لنصف النهائي وهتلعب ظهر اليوم مع الهنديه سهانا، بعد طبعا ما فازت على الالمانيه جارسيل ميا بنتيجه 4-1 في ربع النهائي. مش بس كده، كمان هي هنا توجت امبارح بلقب بطوله العالم للناشئات تحت 15 سنه في منافسات الزوجي مع زميلتها اليابانيه هاري موتو. ان شاء الله كمان مش بس الزوجي، ان شاء الله تتوج بلقب البطوله كمان للفردي. بنتمنى لها اكيد كل التوفيق. يعني ديانا هوندا كانت كل اخبار النادي الاهلي هنا وفرقه الرياضيه. بشكرك جدا على المتابعه والعوده اليكي مره ثانيه في الاستوديو. اتفضلي. اخبار جميله منك يا منى، بنشكرك جدا جدا على هذه التغطية.